هنا في محافظة بورسعيد، واليوم الثاني على التوالي في مجلس الشيوخ أو انتخابات مجلس الشيوخ المصري. الاستحقاق اللي هنا في محافظة بورسعيد يعني بدأ من بداية العصر أو بداية المغرب في اليوم الأولاني، يبدأ اهتمام السادة الناخبين بالنزول. طبعا احنا عارفين بسبب الجو الحر، وكمان بسبب إن يوم عمل كامل سواء امبارح والنهارده، ده بدأ يخلي الناس تنزل بعد ساعات انتصار موجة الحر اللي موجودة في شوارع. خلينا نتكلم برضو إن امبارح السيد المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصدر بيان من غرفة العمليات بعدم تسجيل أي من الخروقات، وكمان اطمن الناس على عمليات التعقيم والتطهير. احنا عارفين طبعا الانتخابات في بشكل عام بتقام في ظروف استثنائية وهي ظروف كورونا. هناك الثاني ان في مهم يعني نقطة مهمة جدا وملاحظة انا شفتها كانت موجودة في كل اللجان او اغلب اللجان، ان السادة المستشارين اللي موجودين بيوجهوا الناس صح، لان الناس بيبقى معاها ورقتين فبيختلف عليهم الامر في طريقة التصويت. ولكن الناس كانت مهتمة جدا بان هي تعرف من السادة المستشارين رؤساء اللجان اللي موجودين طريقة التصويت، وكانوا بيدلوهم ازاي ان هو يستخدم الورقة اللي موجود فيها القايمة او عدد المرشحين الفردي، وبالتالي كمان الورقة اللي بتخص القايمة. ده كان نقطة مهمة جدا يمكن كانت الناس بتسأل عنها وهي داخلة اللجنة او هي بتستلم من السيد رئيس اللجنة العمومي. في حاجة كمان لاحظناها بشكل كبير جدا وهي طريقة وتعقيم وتطهير اللجان أثناء كمان وجود اليوم أو أثناء وجود الناخبين، يعني بعد كل ما في ناخب بيخرج أو بيدلي بصوته، لأن احنا عارفين إن في مسافات أمنة في موجودة داخل اللجان. ولكن كان في اهتمام كبير جدا بنقطة التعقيم والتطهير، اهتمام كبير جدا بالتنبيه على السادة الناخبين أثناء دخولهم للمقرات الانتخابية بارتداء الكمامات. دي كانت نقطة مهمة ونقطة بارزة جدا. خلينا نقول إن كل الناس هنا ملتزمة بالصمت الانتخابي، كمان عدم وجود أي من الاحتجاجات أو البنرات لأي من المرشحين أو أي من الأحزاب. دي كانت من النقاط الهامة جدا في الشارع البورسعيدي واللي ميزت هنا سير العملية النهارده. ممكن كمان نتوقع بزيادة في الأعداد، احنا ما نقدرش نرصد الأعداد بشكل كبير، ولكن نقدر النهارده حسب توقعات غرفة العمليات المحافظة هي ترصد بشكل كبير زيادة ملحوظة في بعض من زي ما قلنا امبارح بعض من الدوائر أو بعض من الأحياء اللي هي ذات كثافة. بنتكلم على حي الزهور، بنتكلم على حي العرب، بنتكلم على حي المناخ، هي دي الاحياء اللي موجود فيها كثافات للناخبين. واعتقد النهارده هيكون يوم مختلف كمان. احنا عارفين ان الناس ممكن كمان لما تشوف ان الوقت بدا يتضغط او يعني خلاص الوقت بدا ينتهي بشكل كبير بتستفيد، ممكن كمان النهارده الاجواء حاره شويه والناس كمان في يوم محمد رسمي ان محافظه بورسعيد اغلبها موظفين حكومه، وكمان مدينه الاستثمار الناس بتخرج متاخر شويه. اعتقد النهارده هيكون في كثافه اكبر في التصويت. انا بشكركم جدا مشاهدينا وبشكركم، وان شاء الله يكون يوم خير على كل الناس.